غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذ سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. عند الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما يحيطون به من علمه إلا بما شاء. وزيّنّا السماوات والأرض والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والنار. ببركة سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك إني كنت من الظالمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين. نادي لي يوم مسحر العجائب تجد أنك في النواي كل همي وغم سيند لك بعزمتك يا الله بنبوتك يا محمد بهدايتك يا ربي يا اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والخلاف والعلم دفع البلاء والوباء والفحات والمرض والعلم واسمه مكتوب مرفوع مجنون منقوش في الجوع والقلم سيد الحج والعجل جسم المقدس من الجهه ويسكت يا غوث سيد السفرين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا مولى السفرين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه سلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا 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 سيدنا.
salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai Pak Parwardiga, sabke gunah ko maaf farma. Amin. Hum sabke khata ko dur kar. Amin. Din ke ujale mein raat ke andhere mein ke maaf farma. Khair ka maamla farma. Amin. Ibadat karne ki taufeeq ata farma. Amin. Zikr azkar karne ki taufeeq ata farma. Amin. Quran sharif ki tilawat karne ki taufeeq ata farma. Amin. Sirat al mustaqim wala rasta muhayya farma. Panjate ne paak se bataye hue raaste par chalne ki taufeeq ata farma. Amin. Iran pir Sheikh Abdul Qadir Jilani Hausa Azam rahmatullah ne bataye hue raaste par chalne ki taufeeq ata farma. Amin. Aaja Muhinuddin Akhili rahmatullah ne bataye hue raaste par chalne ki taufeeq ata farma. Amin. Hamare peer sarkar Alam Pana wali se paak se bataye hue raaste par chalne ki کل اولیاء اکرام کا نقش و قدم اے پروردگار ہم سب کو مہیا فرما اے پروردگار دنیا میں اور آخرت میں ہم سب کی کامیابی عطا فرما اے پروردگار آج سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا نشان پاک ہے اے پروردگار اس میں جتنے حاضرین جتنے عاشقین یہاں موجود ہیں اے پروردگار سب کا اعلیٰ قبول فرما آمین آمین اے پروردگار اس نشان پاک کے لیے جتنے لوگ محنت کیے ہیں جتنے لوگ اپنا جان مال لگائے ہیں اے پروردگار کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما آمین اے پروردگار تیری رحمت خاصہ اے سب کے ساتھ شامل حال فرما تیری نعمت نازل فرما تیری برکت نازل فرما تیری رحمت نازل فرما اے پروردگار سب کے عاشقوں کو قبول فرما آمین اے پروردگار سب کے عاشقوں کو قبول فرما آمین اے پروردگار یہاں آنے کی برکت سے اے پروردگار نشانِ غوثِ پاک منانے کی برکت سے اے پروردگار سب کے حاجتوں کو پورا فرما آمین اے پروردگار سب کی ضرورتوں کو پورا فرما آمین اے پروردگار سب کے جائز تمناؤں کو قبول فرما آمین اے پروردگار کو سب کو قبول فرما آمین اے پروردگار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خیر کی لین سے دعائیں مانگے ہیں اے پروردگار اس میں ہمارا اور تمام امت مسلمہ کا حصہ نصیب فرما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا سبیلا مولانا محمد و علی وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین Yahoo!